ما هو الثالول؟ الثالول هو ورم جلدي حميد يظهر على الجلد نتيجة للإصابة بفيروس الوريد الورم الحليمي البشري Human Papillomavirus، ولا يشكل أي خطورة على المصاب، ولكن منظره قبيح وقد يكون مؤلما ومعديا في بعض الأحيان. وهناك أنواع رئيسية منه تظهر على أجزاء مختلفة من الجسم، وهي الثالول الشائع. ينمو هذا النوع عادة على أصابع الأرجل والأيدي، ويمكن أن يظهر في أماكن أخرى من الجسم، ويتميز بشكله المستدير وملمسه الخشن والمحبب ولونه المائل إلى الرمادي. ثاني الأنواع هو ثالول باطن القدم. ينمو على باطن القدم داخل الجلد وليس خارجه، ويمكن أن يعرف الشخص ما إذا كان يعاني من ثالول باطن القدم بالانتباه إلى وجود ثقب صغير يغطيه جلد خشن في الجزء الأسفل من القدم، ويسبب هذا الثالول عدم الراحة في المشي. ثالث أنواع الثالول هو الثالول المسطح. يتواجد الثالول المسطح على الوجه أو الفخذين أو الذراعين، وهو عبارة عن زوائد لحمية غير بارزة للخارج كثيرا، تتميز بصغر حجمها ولونها الوردي أو البني أو الأصفر. نوع آخر من أنواع الثالول هو الثالول المخاطي. ينمو حول الفم أو الأنف، وأحيانا على الرقبة أو تحت الذقن، كما يظهر على شكل حطاطات صغيرة صغيرة الشكل بنفس لون البشرة. نوع الثالول الآخر هو الثالول الظفر. يتواجد هذا الثالول تحت الأظافر أو حولها، وقد يكون مؤلما كما قد يؤثر على نموها. يظهر الثالول الجلدي نتيجة عدوى في الطبقة العليا من الجلد نتيجة عن أحد فيروسات الورم الحليمي البشري، والذي يغزو هذه الطبقة من خلال خدش صغير، ويتسبب بالنمو السريع للخلايا على الطبقة الخارجية من الجلد التي تظهر أخيرا على شكل ثالول. وقد ينتقل الثالول للأشخاص بالعدوى من خلال الاتصال المباشر من الجلد إلى الجلد، كمصافحة شخص لديه ثالول على يديه، أو استخدام نفس الأغراض الخاصة بشخص يعاني من الثالول كالمناشف مثلا. تختفي معظم أنواع الثالول دون علاج في فترة تتراوح ما بين بضعة أسابيع إلى عدة سنوات، اعتمادا على موقع وعدد الثآليل، وتتاح بعض العلاجات لتسريع عملية إزالة الثالول، منها حمض الصفصاف والكونثريد والعلاج بالتبريد والمواد المضادة للإباضة والبليوميسين الذي يحقق في الثالول لقتل الفيروس، والعلاج بالريتينوليدز المشتق من فيتامين ألف والمضادات الحيوية، وأخيرا العلاج بعملية جراحية.